معانا على التليفون بعد إذن حضرتك المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك. يعني رصدتم إيه النهاردة؟ أبرز المشاهد أو الملاحظات أحب أسمعها من حضرتك. الحقيقة يوم جميل، تنظيم رائع للانتخابات، منافسة جميلة، حشود غير عادية من أول ما فتح الباب، بالرصد اللي أنا شايفه، التنظيم الغير عادي للقوى المناصرة للسادة المرشحين عموما، يعني في الأحزاب المختلفة عندنا 3 مرشحين من أحزاب مختلفة يرأسوا أحزابهم وراهم قوى حزبية، عندنا مرشح رابع دعمه أحزاب ودعمه قوى أخرى، وبالتالي كل قوة من هذه القوى قدرت تحسب وتنظم نفسها في اليوم الأولاني بطريقة جميلة جدا، ادت هذا المنظر الغير عادي، زائد أقدر أقول برضه التغير الغير عادي للشباب في قطاع الشباب، بأنه حاسس إن في حاجة في الأمن القومي المصري ومصر متعرضة لها، ودي قلبت قطاع شباب كتير جدا لحاجة واقعية وإحساس جامد بالمسؤولية شفناه في أعداد شباب هائلة وهي بتحاول تدي صوتها. يعني كنا بنقول من شوية باشمهندس حسام أنه يعني كل ما تزيد وتيرة الضغوط السياسية والاقتصادية والأزمات العالمية ده بيحفز الحس الوطني للشباب المصريين، وأعتقد أنه ده من أهم الدوافع أو المحركات مش بس للشباب، للمواطن المصري بشكل عام. يعني هناك علاقة طردية ما بين الاثنين. طبعا وضع طبيعي، ظروف اللي مصر بتعيشها مادية، والإحساس الطبيعي بالمؤامرة اللي على مصر ومحاولة تنفيذها، مادية ترابط غير عادي، مادية انتفاضة غير عادية للمجتمع المصري، ومادية تماسك غير عادي، ومادية تنافس انتخابي جميل في حب البلد. الحقيقة جميل شريف ما فيهوش حاجة تعكر السطو، يعني أجمل حاجة أنا شايفها مع هذه الحشود إن مفيش فرق انتخابي، هتلاقي مع هذه الحشود حوالين لجان صورة واحدة لمرشح واحد، وده بيدل على وعي شعب مصري، تنفيذ تام للهيئة الوطنية للانتخابات والأصول الحاكمة، قصة زي ما أنا بقول كده شجرة ديمقراطية درسناها وبنرويها وبتدينا كل شوية أحلى مكان. الحقيقة كمان يعني كل التحية لمؤسسات الدولة اللي منحت العملية الانتخابية هذه القوة وهذا الزخم وهذه الشفافية ووقوفها على الحياد في نفس الوقت، ودي معادلة صعبة الحقيقة، لكن يعني كل الشكر والتقدير لكل مؤسسات الدولة المصرية. الدولة المصرية وأجهزتها لازم تقف على الحياد، وده وضعها الطبيعي، إنها حيادية للجميع، لان ما يفرقش معاهم مين اللي هيجي، دي الجهه التنفيذيه غير منوطه بهذا، لما المنوط بهذا هو من يؤيد المرشحين اذا كان من احزاب من جمعيات من شخصيات عامه، هو ده المنوط انه بيتحرك ويقنع الشعب ويجري معاه ويحشد معاه ويبقى جنبه، ده الوضع الطبيعي للديمقراطيه التدريجيه اللي موجوده. حزب مستقبل وطن اكيد في غرفه عمليات موجوده بتتابع لحظه بلحظه ما يحدث ميدانيا على ارض مصر، هل في اي ملاحظات رصدتوها لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها، سواء كانت ارقام ملفته للنظر مثلا او اي مشاهد او ما الى ذلك؟ لا ما اقدرش اقول ان في كده، ان ما اقدر اقول ان طبعا اللي موجود الغرفه موجوده والحشد بتاع الحزب موجود من اول ساعه، إذا كان في قوته التنظيمية فأعضائه أصلاً من أول دقيقة موجودين، وحث الجماهير على الخروج، وده باين قوي الحقيقة في التنظيم، إذا كان لحزب مستقبل الوطن أو للأحزاب المناصرة لجميع المرشحين الحقيقة والقوى المختلفة. أشكرك شكراً جزيلاً المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل الوطن، شكراً جزيلاً ليك، وعودة مرة أخرى مع ضيفنا الكريم.